في حلقة جديدة من برنامج سفرة سالي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ثلاث وصفات. هنعمل بإذن الله شوربة مكرونة بالخضار، وهيكون معنا راعي ايطاليانو، وان شاء الله هنعمل طاجن ملوخية بالارانب، وهنعمل كمان كيكة جوز الهند بالشوكولاتة البيضاء. فاحنا معانا وصفتين حادق ان شاء الله ووصفة حلوة. لأول وصفة احنا هقول لكم على المقادير بالظبط اللي معانا. احنا معانا كيس مكرونة حلقات صغير من ايطاليانو، بصلة كبيرة مفرومة، كوباية طماطم مقشرة ومفرومة، عودين كرفس مفروم، فصين ثوم مفروم، ربع كوباية بقدونس مفرومة، كيس بسلة بالجزر، و اتنين كوسة متقطعين، حبتين متقطعين مكعبات صغيرة، وحبة بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة، ومية مغلية حسب الاحتياج، وتلات معالق كبار زيت، وشطة اختياري، وزعتر جاف، وحبهن بودرة ملح وفلفل اسود، وممكن نحط كمان مرقة خضار بدل المية، تمام، او مرقة لحمة زي ما حابين، يعني الفراخ لحمة اللي انتوا حابينه ينفع الاتنين. طيب تمام، احنا دلوقتي هنبتدي نعمل اول حاجة، وهو ان احنا بنشوح المكرونة الصغيرة دي. اختياري ولكن بتدينا طعم حلو جدا. يعني هشرح لكم تاني للشوربة. الشوربة دايما لو حطينا فيها المكرونة او الشعرية وهي مش متحمرة بتبوش معانا بسهولة جدا، يعني بتبتدي تنفش كده في الشوربة وتخليها سميكة وبتروح مننا خالص لو غليناها كذا مرة. فدايما المكرونة او الشعرية لو حطيناها في الشوربة وهي مش متشوحة لازم تتاكل في اول يوم، ما ينفعش انها تتاكل تاني يوم خلاص لانها بتبوش عشان كذا مرة بنغلي. طيب لحل الموضوع ده في الشوربات فقط ان احنا بنحمر الشعرية او بنحمر المكرونة. فاحنا مكرونة ايطاليانو حمرناها في معلقة زيت او معلقتين زيت بحيث انها تبقى جاهزة معنا كده. حلو قوي لرمضان ان انتوا تجهزوا كميات من التحمير كده تبقى عندكم، تمام، تبقى جاهزة للوصفات، ما تحتاجوش وقت، سواء شعرية او مكرونات الصغيرة اللي احنا بنحتاجها للوصفات اللي زي دي. تمام، بنبتدي بقى. احنا دلوقتي حطينا الزيت، هنحط بعد كده بقى هنحط البصل، ونشوحه تشويحة بسيطة. عندنا برضو الكرفس ممكن يتشوح تشويحة بسيطة في الأول أو يتحط في الآخر، تمام. وعندنا الثوم. الشوربة دي غنية جدا وفيها عناصر كتيرة كأنها وجبة متكاملة، مش محتاجة جنبها غير مثلا عنصر بروتين. لو حابين ان الشوربة دي هي وجبتكم الوحيدة وفيها عنصر البروتين يبقى زودوا عليها كمان مشروم، هتبقى ممتازة، مش محتاجة اي حاجة تاني، تمام. بنشوح بقى كويس كده تشويحة تطلع، تبتدي بس انها تطلع لي الريحة، مش محتاجين نشوحها اكتر من كده. بعد كده عندي الكوسة والبطاطس، وعندي كمان طماطم متقطعة صغير او معصورة حسب اللي موجود، تشويحة حلوة. انا بقول لكم الترتيب، تمام. وبعد كده عندنا اهو البسلة والجزر. يبقى احنا عندنا عناصر كتيرة جدا 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 من الخضرة جوه، الخضار جوه الوصفة دي، ممتازة. حاجة زي ما بقول اللي ممكن نزودها هو ايه؟ المشروم ساعتها، او لو مش مشروم ممكن كينوا، بس هنا هيليق اكتر المشروم مع المكرونة، تمام. المشروم هتليق اكتر معانا عن المكرونة، عن قصدي الكينوا، لان الكينوا هيبقى صغير كده. الكينوا يعتبر بروتين نباتي، والمشروم بروتين نباتي برضو، بس الكينوا صغنن مع المكرونة مش هيبان معانا. الافضل في الوصفة دي لو عايزين زودوا بروتين هو المشروم، هيبقى بروتين نباتي ممتاز للوصفة دي. كده هتبقى متكاملة مش محتاجة اي زيادة عليها. طيب احنا معانا بقى كل
التوابل كمان والبهارات اللي بتزود الفايدة معانا. الزعتر بتزود الفايدة بشكل رهيب جدا، الحبهان بيدي طعم اساسي للشوربة، اساسي اساسي مهم ما تستغنوش عنه ابدا. لو كمان حابين تحطوا ورق لورا يكون ممتاز جدا. تمام، الشطة بقى بتزود معانا الحرق حلو قوي، يعني الناس اللي عايزة الحرق يبقى عالي وبتستحمل الشطة يبقى تحط شطة طبعا، متفكروش، وهتخليكم ما تاكلوش بسرعة كمان، هتقلل سرعة الاكل. تمام، بعد كده بقى بعد ما تديله تشويحه كده ما نطولش خالص، علشان انا مش عايزه الخضار يتهري معانا، الخضار ده سريع يستوي واحنا لسه المكرونه هتستوي معانا، فمش هنطول. هنحط بقى المرقه او زي ما قلت ميه مغليه. معانا تليفون. فادي، اهلا اهلا، ازيك يا روحي؟ وحشاني كتير يا حبيبتي. فينك يا مدام ناديه؟ كل ده اسالي الاستاذه ايرين، كل يوم اتصل وانت لو موجوده مباشر وتقولي طالعين فاصل، بعد الفاصل بقى لا يمكن يجمع معايا، لا تشهد عليا، اسالي الاستاذه ايرين يا حبيبتي. لا حتى امبارح قلت لها سلميلي على لساني وقولي لها ان انا متابعاها وبتصل، بس بعد بقى الفصل خلاص ما بوصلش والله. يا حبيبتي عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. خلي بالك من نفسك وكلكم كده، قصه البرنامج واداره القناه خلي بالها من نفسها، وطبعا ببعت شكر كبير لكم جميعا 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 على يعني وقفتكم وتعرضكم ان انتوا تنزلوا وتسالونا، تضيعوا من يومنا شويه، تضيعوا القلق اللي عندنا بمعلوماتكم واكلاتكم اللي فيها كلها تغيير. وبشكر طبعا الاستاذ محمود الشريف ربنا يخليه ودايما كده يكون ناجح ان شاء الله يا حبيبه قلبي، وبشكر كل الاطباء وكل السساتر اللي موجوده ربنا يحميهم يحميهم، دول الجنود البيض انا مسميهم كده، الجنود البيض يعني حقيقة. ما شاء الله ربنا يطلعنا من الغمه دي على خير يا رب. امين. وتسلم ايدك النهارده، الاكله دي انا كنت عاملاها امبارح، ايه رايك بقى؟ ايوه، ملوخيه بالارانب، وبعمل الطماطم اللي حضرتك بتعمليها جنبيها، واخده بالك؟ لان انت عملتيها مره بس من مده. ايوه. وطبعا المعلومه جميله جدا ان تحمير المكرونه اللي بتتحط في الشوربه دي معلومه مفيده، انا بعمل كده اي شوربه احمر لها المكرونه، حتى بعمل شوربه طماطم اللي هي المكرونه الصغيره اللي مع حضرتك دي برضو بحمرها وبتطلع ممتازه. حبيبي تسلم ايدك، انت النهارده جايه وجايبه لي هديه معاكي، الاكل كله على مزاجي النهارده. والله ده شيء يسعدني جدا. تسلم ايديك يا حبيبه قلبي، والله انا متابعتي وبتصل والله يا فادي. يا حبيبتي انا متاكده وربنا ما يحرمناش من سلميلي على كل كاست البرنامج ومخرجنا والكاميرات وكله، والاستاذه ايرين بشكرها على ذوقها والله. حبيبتي يا ربنا ما يحرمناش ابدا من مكالماتك وصوتك ودعواتك الجميله اللي بجد بتفرق معانا جدا، ويا رب يا رب يعني بجد احنا بنتمنى، احنا بنيجي طبعا الشغل وبنبقى طبعا اكيد قلقانين جدا، ولكن يعني مهم دلوقتي ناس كتيره جدا او الناس كلها قاعده في البيت، فبالتالي التسليه الوحيده هو التلفزيون بالنسبه لهم، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني فعلا نقدم المعلومات اللي تفيدكم، تقدروا تطبخوا بنفسكم في البيت، عشان طبعا مش عايزين اكل من بره على قد ما نقدر، محدش ضامن مين لمس ايه ولا ايه اتعمل ايه، مش عايزين اكل من بره خالص، فنحاول على قد ما نقدر نشوف نفتح البرامج ونتفرج ونشوف ايه، نسمع المعلومات اللي تفيدنا، وان شاء الله تعملوا كل حاجه بسهوله في البيت، الموضوع سهل جدا جدا جدا، واحنا بنحاول هنا ان احنا نشجع على طول، وبنعمل وصفات بسيطه ومش صعبه خالص ومغذيه وصحيه، ده اهم حاجه. تمام، فان شاء الله يا رب دايما تستفادوا وتستفادوا من القعده في البيت، يعني بجد انا هقول لكم، يعني انا الفتره اللي فاتت مثلا لا اتعلمت حاجات اكتر لما قعدت في البيت اكتر، فعلا الواحد بيكتشف ان طب انا ممكن استفاد بوقتي احسن بكتير، انا ممكن حاجات ما كنتش بلحق اعملها ابدا عشان انا طول الوقت كنت مثلا مشغوله بره، لا بقيت اعملها في البيت، بقيت اهتم ان انا مثلا اطبخ اكتر، بقيت اهتم ان انا اوضب حاجات اكتر، يعني انا بكلم دلوقتي على كل شخص، فهتلاقوا نفسكم خلاص دلوقتي تطبخوا اكتر في البيت ومهتمين اكتر، كان الاول اسهل لا نخرج هنا نروح هنا نطلب
ده هنعمل ده. دلوقتي كل واحد مركز في بيته، فده دي ميزة ونستفاد منها، ما نزعلش بالعكس. يعني تغيير، يعني احنا دايما عايشين في نمط سرعة سرعة سرعة، وعلى طول بننزل وبنجري وبنجري، فالوقت بيجري وما بنلحقش ان احنا نقضي وقت حلو ابدا، ولا نستفاد بوقتنا في البيت بشكل حلو. فنستفيد فرصة تغيير، تغيير نمط شوية، وبعدين هنرجع تاني للنمط العادي، فاستغلوا ده وما تتضايقوش ابدا بالعكس. طيب احنا كده اول ما تبتدي انها تغلي معانا نروح منزلين على طول المكرونة. طبعا زي ما قلت انتوا بتعملوا كمية كده بتحمروها، والباقي تقدروا كويس جدا لرمضان تشيلوه. بيتشال ممتاز، مفيش اي مشكلة خالص. اللي عايز يفرزن يفرزن، اللي عايز يشيله كده في برطمان محكم حلو جدا. طيب ميزة ايطاليانو ايه بقى؟ ميزة ايطاليانو انه معمول من السيمولينا اللي هو بيتصنف رقم واحد، ده سيمولينا رقم واحد من احسن انواع السيمولينا. في فرق ما بين مكرونة معمولة بسيمولينا، وفي فرق ما بين سيمولينا مخلوط بقمح، وفي فرق ما بين القمح فقط. هتلاحظوا ده ازاي؟ ان هتلاقوا ان دايما اللي معمول بالقمح بينزل نشا كتير قوي في الميه، اللي بمعمول مخلط بينزل نشا بس اقل شويه، اللي معمول بسيمولينا نقي خلاص ما بينزلش تقريبا نشا خالص في الميه. تمام، يبقى احنا بنستفاد من كميه المكرونه ما بتنزلش نصها في الميه، وفي نفس الوقت القيمه فيها اعلى لان نسبه البروتين موجود اعلى في السيمولينا النقي. تمام، يبقى كده دي معلومات مهمه بس نبقى عارفينها عن ايطاليانو. طيب احنا كده بنظبط بقى الميه لان المكرونه اكيد هتشرب معانا وعايزينها شوربه. وعلى فكره للي حابب ما تكونش شوربه ما يزودش الميه قوي، المكرونه هتستوي وهتبقى مكرونه بالخضار، مكرونه محمره بالخضار تحفه برضو جدا. هننزل بقى شويه من الملح وشويه من الفلفل، وبس كده هنسيبها بقى تستوي معانا وتمام التمام، كله كده جميل جدا. اللي حابب يزود معلقه صلصه يقدر، اللي حابب يزود اي مثلا شويه، احنا حاطين زعتر، اللي حابب يزود مثلا شويه روزماري كمان يبقى حلو جدا. في الاخر هنحط بقى عليه عندنا كزبره او بقدونس خضراء مفرومه هنقدر ان احنا نحطها. انا ممكن ازود شويه صغيرين دلوقتي وشويه يتحطوا بعدين على الوش يبقوا طازه، يعني شويه ينزلوا طعم دلوقتي وشويه بعدين. تمام كده احنا خلصنا اول وصفه، محتاجين بس نستنى انها تستوي معانا. هنروح لفاصل نرجع بقى نعمل مع بعض الملوخيه، طاجن الملوخيه وبقيه الحاجات اقولها لكم بعد الفاصل، الحاجات اللي بنحبها كلها. واحنا غرفنا الشوربه اللي احنا عملناها في اول سيجمنت، دلوقتي بقى هنعمل مع بعض طاجن ملوخيه بالارانب ومعانا راعي سمنه جنه. طيب احنا هنبتدي دلوقتي نعمل ايه؟ احنا معانا طبعا في ملوخيه مفرومه، ومعانا ارنب متوسط متقطع على اربع قطع وسلقينه. والارانب على فكره دايما بتكون قليلة الدسم. تمام، طيب عندنا بعد كده سمنة جنة، ومعانا طبعا مرقة اللي طلعنا بيها من الأرنب الجميل ده، ومعانا للطشة الملوخية معلقتين كبار ثوم مفروم، معلقتين سمنة جنة، معلقتين كبار كزبرة جافة، للصلصة معانا ثوم مفروم، صلصة طماطم،
سمنة جنة، مرقة حسب الاحتياج، وملح وفلفل اسود، وللتقديم معانا رز ابيض ناضج. تمام، احنا اول حاجة هنعملها ايه دلوقتي؟ ان احنا هنشوح الارانب. احنا مسلوقة معانا خلاص، واخدنا الايه، اخدنا منها المرقة بتاعتنا. فهنعمل ايه؟ هنحط بس حتة من السمنة كده، من سمنة الجنة، عشان ايه؟ نحمر فيها. السمنة دايما بتستحمل التحمير، سمنة والزيت يستحملوا التحمير، لكن اوعوا زبدة، ما تستحملش تحمير ابدا، دي معلومة مهمة بس نبقى عارفينها. وطبعا في وصفات الملوخية السمنة طعمها اساسي برضو، زي شركسية امبارح، في حاجات كده لازم سمنة، ما تنفعش غير بالسمنة. ممكن اكل منها اقل لو انا عامله نظام، لكن ما ينفعش اعملها بطعم تاني، مش هتبقى هي الصح بصراحه يعني، حق يتقال. طيب نعمل بقى ايه؟ نحط كل الارانب كده نحمرهم عشان ياخدوا لون حلو ذهبي كده. ويتقدموا بعد كده مع الملوخيه. تمام، عندنا بعد كده لعمل الصلصة. انا عندي في حلة، حطها هنا احسن، هحط فيها برضو معلقة اهو من السمنة، هنزل فيها التومة، هتلاقوا ان انا حاطه حبه حلوين كده من الثوم والكزبره، لان بصراحه جربوها الملوخيه، كل ما كترتوا الثوم والكزبره بتبقى احلى، زودوا عن العادي بتبقى احلى كتير، بتبقى رهيبه. ننزل بقى معاها الصلصه، ده المرق، الصلصه اللي بتتقدم مع الايه، الملوخيه. مش كل الناس عارفه الموضوع ده، ومش كل الناس بتحبها، ولكن انا اتربيت في عيله بيحبوا جدا الصلصه مع الايه، مع الملوخيه، فتعودت عليها وبحبها جدا بصراحه، فبتظبط الطعم. فزي ما تحبوا انتوا يعني، اللي مش حابب يعمل الخطوه دي ما يعملهاش، لكن انا شخصيا، وفي ناس اعرفهم لا بيحبوا لازم الصلصه دي اساسي، في ناس لا ما تحبش، فكل واحد حسب ما ايه، ما يحب. ملح وفلفل، ونبتدي ننزل عصير الطماطم. تبتدي انها ايه، لازم تاخد غلوتها حلو، وهنزود عليها المرقة بحيث الـ يعني السمك اللي انتوا حابينه بقى، دي انتوا بتتحكموا فيها. تمام، تاخد سمك كده انتوا يعني، ما كانتش خفيفه قوي بصراحه، ما تبقاش حلوه لو خفيفه قوي. تمام، بنسيبها دي بقى، نظبط ملح وفلفل تاني بعدين تهدى. احنا طبعا معانا خلاص الارانب، فمش مش هي مش معموله بلحمه، لكن لو احنا عايزين بدل الارانب يبقى بلحمه، يبقى احنا طبعا بنسقط فيها اللحمه ونسيبها انها تستوي، او هي بتكون مسلوقه خلاص اللحمه، بس ايه، تشرب الطعم، ياخدوا طعم بعض. انا اوقات لما اكون مستعجله ما بسلقش اللحمه، ممكن احمرها كويس جدا 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 واعمل لها صلصتها على طول. ننزل هنا برضو كده بالملح، الفلفل بعدين عشان ما يتحرقش في الايه، في الحله. طيب انا عندي بعد كده بقى عايزه اعمل الملوخيه، هنطلع الطاسة اللي هنعمل فيها التقلية وحلة الملوخية. هنحط، احنا بنعمل ايه بقى، هجيب حتة من السمنة، مش حتة، دي بقى معلقتين، دي لازم معلقتين من السمنة في الايه، في التقلية بتاعتنا، او ممكن معلقة لو حابين تقللوا، ممكن معلقة واحدة. هنحط فيها
التوم اتوصوا كده بالتوم، تمام، زودوا. انا ليه اقول لكم التكه دي؟ عشان حصلت معايا مره بالغلط. كنا في تصوير مع شركه المانيه، وكانت الشركه الالمانيه هما جم مصر عشان كانوا بيصوروا طريقه عمل الملوخيه الاصلي في مصر بتتعمل ازاي، عشان ينزلوها تقرير. فصوروها معايا وانا بظبط الملوخيه. حصل ايه؟ ان الراجل المصور الالماني فضل يقول لي لا ماشي اعملي حته الطشه دي تاني، فاعملها تاني. يجي يصور لا معلش عيديها تاني عشان اعملها تاني عشان ايه يظبط التصوير. فعدتها يجي 3 مرات ولا 4 مرات. في الاخر كلنا الملوخيه بقى. يا نهار ابيض على الجمال، مش قادره اوصف لكم بسبب كميه الطشه اللي كانت فيها، كانت رهيبه رهيبه. عشان كده بقيت ازود بقى الثوم والكزبره كده بزياده عشان تدينا طعم حلو. طيب احنا بقى عشان نعمل الملوخيه نفسها هنزل بس شويه صغيرين جدا جدا من المرقه، تمام. هنزل فيهم الملوخيه اللي خلاص احنا فرمينها كويس، وبعد كده بزود المرقه حسب بقى ايه الاحتياج بتاعي. عشان احنا لو حطينا من الاول مرقه كتير هنلاقي فجاه الملوخيه ممكن تبقى خفيفه معانا ما نعرفش نقلل. فدايما نفكك كده بشويش في شويه مرقه، وبعدين نزود المرقه تدريجيا حسب احتياجنا. اهم حاجه الملوخيه اوعوا انها تغلي معاكم، تمام، ما تغليش عشان ما تقطعش العرق ولا تتغطى. يعني ممكن كده حد خلاص ما غلاش ويروح مغطيها بقى، لا كده لا كده برده تقطع عرق على طول، تمام. طيب احنا معانا تليفون. الو ازيك يا سالي؟ اهلا والله العظيم انت عمر يا سالي. وهاتي بقى الملوخيه بالارانب دي عشان اكلها انا يا سالي. يا حبيبتي بالهنا والشفا يا رب. انت جميله وزي الفل وواضحه، بحبك لانك واضحه يا حبيبتي. عشان كده ربنا يخليكي عايزه اسالك على حاجه مهمه. اتفضلي يا حبيبتي. انت بتستعملي في البيت عندك سمنه جنه؟ انا بصي انا هي اي حاجه بستخدمها هنا اعرفي ان انا واثقه منها 100%. السمنه مكتوب عليها، بصي انا باكد ده كل مره، غير مهدرجة. الشركة انا بصوا ما بعديش حاجة غير لما اتأكد 100% قبل ما استخدمها، اتأكد 100%. فهتلاقي الشركة دي مكتوب عليها غير مهدرجة، فانت دايما تأكدي من المعلومة. يعني بس مش معقول هيكتبوا حاجة على الغلاف وهي مش حقيقي، مش هتعدي يعني من وزارة الصحة، فهي غير مهدرجة. فاحنا يعني الحاجة اللي زي ما بقولك اللي بقدمها هنا اعرفي انها لازم تكون فعليا انا وافقت عليها الاول. انا ياما 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 حاجات اتعرضت وبرفضها، ما بيهمنيش بجد في موضوع الفلوس ده اخر حاجه. انا بيهمني دايما الوصفه اقدمها حلوه بحاجه فعلا ما تضرش الناس، تمام. بصوا بقى دلوقتي الشوربه هحط لسه شويه، تمام، صغيرين اهو، تمام. هي كده اخدت معايا السمك الحلو، انا مش عايزاها تغلي بقى، هنديها الشهقه الجميله ونروح نازلين. يا سلام على الريحه، مش عايزه اقول لكم. انا بس هشيل شويه صغيرين هقول لكم ليه كده، بس تقليبه وتتشال من على النار ونروح غرفل، مش هنغليها بقى عشان يبقى طعمها حلو، تمام. اهو اتفرجوا بقى، يا سلام على الجمال والريحه تهبل. الملوخيه ايه معتبر. طيب انا جاي معايا نسخه من الاول، النسخه اللي من الاول دي انا هعمل فيها حركه بس لذيذه، ممكن تتقدم بالطريقه دي. انا هاخد الايه شويه من الطشه تتحط على الوش كده، تمام.
بالشكل ده، مش عايزه اقول لكم بقى حركه كده اوبا، يعني تدي طعم رهيب، مش عايزه اقول لكم بجد، زودوا بجد احلى الحاجات. ما كنتش مصدقه، انا قلت بس الملوخيه باظت لما زودت فيها الطشه، قلت بس خلاص هي باظت كده، لكن بالعكس خالص خالص خالص، ادي الطعم فعلا فوق الوصف. تمام، احنا كده شايفين الارانب خلاص، احنا عايزاها تاخد لون حلو ذهبي كده عشان اعرف ان انا اقدمها. اللون ده حلو بس لازم يبقى من ناحيتين عشان اعرف اقدمها على السفره. ومعايا الصلصه خلاص تقريبا برضو خلصت معانا، بتغلي اهو حلو، دايما غطوا عشان ايه المطبخ كله ما يطرطش. احنا كده كله تمام، مفيش غير الصلصه هغرفها دلوقتي جنب الملوخيه تتقدم بشكل حلو، وهنحط حوالين داير هنا الارانب المتحمره، بس تخلص معايا عشان لسه عايزه لون شويه عشان في التقديم، هحطها حوالين داير من هنا. هنروح بقى دلوقتي لفاصل ونرجع مع نكمل مع بعض ان شاء الله بقيه وصفاتنا. معانا من الفاصل، وعايزه اوريكم بقى احنا ممكن نعمل ايه. احنا عندنا دلوقتي هنا الرز مع الملوخيه بالارانب، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ننزل كده على الجنب كده بالصلصه، شايفين على الرز، دي حركه ممكن تعملوها للتقديم وممكن ما تعملوهاش حسب زي ما تحبوا، بس حركه حلوه للسفره يعني. بس كده تمام التمام، يلا بينا نعمل بقيه وصفاتنا. احنا عندنا دلوقتي كيك جوز الهند بالشوكولاته البيضاء، معانا كيك جوز هند دريم. الوصفه دي شرح اكتر لعلبه دريم بنستخدمها ازاي. احنا عندنا كذا شكل لعلب دريم، وكذا نكهه، وكذا حاجه، في من سبونج لانجلش كيك لمافن لكل حاجه، في هنا بقى والباوند كيك وكل حاجه. في هنا كيكة اللي هي بطعم الجوز الهند، تمام؟ هقول لكم المقادير. احنا معانا علبة كيك جوز هند من دريم، 3 بيضات، 100 جرام زبدة مدوبينها، ونص كوباية حليب، بس كده ما فيهاش اي حاجة تانية. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفضي العلبة في البولة، وهنحط عليها المقادير. تماما، اول حاجة بس هحط البيض، وهحط اللبن، هضربهم دول بس ضربة خفيفة كده الاول،
تمام. هحط عليهم بعد كده خليط دريم لكيك جوز الهند، وهنزل الزبدة السايلة ونضرب. بنضربه كويس جدا وبناخد وقتنا لغايه ما يتخفق كويس قوي معانا. بعد كده احنا بنكون مسخنين الفرن على 180 درجه عشان الفرن يحقق الايه الحراره اللي المطلوبه قبل ما ندخل الكيكه فيه ب10 دقائق عشان الكيكه تطلع بشكل متساوي. بعد كده عندنا احنا القالب المدور او عايزين قالب طويل زي ما تحبوا، يكون ألومنيوم ومدهون معانا. بننزل بعد كده الخليط، وطبعا الوصفة دي للمناسبات. تاني بأكد عندي قسم الحلو اتجاه وقسم الايه الصحي اتجاه تاني، عندي شيزوفرينيا عادي جدا. اللي للمناسبات حاجة والايه والحلويات حاجة والصحي اتجاه تاني خالص، وباكد كل حلقه عشان ما ندخلش ده ابدا. بقالي سنين على الشاشه بعمل الاثنين وباكد دايما. طيب نحط ندخل بقى الكيكه الفرن ونبتدي بقى الوصفه نزينها تزيين جميل كده وبسيط. احنا عندنا جناش شوكولاته. جناش الشوكولاته ده بيتعمل ازاي؟ جناش الشوكولاته ده عباره عن شوكولاته بيضه متدوبه، تمام، نجيبها من دريم برضو وندوبها في حمام مائي او في الميكرويف، وبعد كده نقدر ان احنا نستخدمها. نحط بس عليها شويه كريمه علشان الكريمه هتخليها ما تنشفش معايا، اعرف استخدمها يعني تبقى كريمي كده معايا. يبقى بدوب الشوكولاته البيضه وبزود لها كريمه لباني وبقلب. طيب قد ايه بحط للشوكولاته البيضه؟ بحط قد ايه من الكريمه عشان تبقى جناش مظبوط معايا؟ دايما الشوكولاته البيضه بيتحط لها من ربع لتلت كميه الشوكولاته كريمه لباني، تمام، عشان ما تبقاش سايله قوي معانا، عشان تبقى جناش كده من ربع لتلت الكمية من الشوكولاتة. يعني لو احنا مثلا عندنا دلوقتي 300 جرام من الشوكولاتة البيضة، يبقى بالكتير قوي 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 100 جرام هيتحطوا ايه كريم، خلاص بالكتير قوي، ممكن 50 نبتدي ل 70 ل 100 بالكتير قوي يتحطوا كريم عشان يبقى جناش متماسك مش صوص معانا، تمام. الشوكولاتة بقى اللي هي مش البيضة، الشوكولاتة الغامقة، لا ممكن نوصل لغايه نص الكميه، نبتدي من التلت لغايه النص لان في شوكولاته بلبن شوكولاته غامقه حسب بقى، تمام. احنا كده معانا بقى الكيكه طبعا مفتوحه نصين دي بعد ما بتطلع من الفرن، ونبتدي ايه ان احنا نقدر نزين. احنا معانا برضو للحشوه معانا في ممكن برضو اختيار تاني ان احنا نعمل الحشوه بحاجه تانية. احنا معانا في مثلا لبن محلى مكثف، وفي كريم تشيز او قشطه، وفي معانا حته زبده، وممكن عليهم جوز هند. ممكن ده برضو يتعمل على النار ويبقى معانا عباره عن الحشوه، تمام، فيا كده يا كده. او ممكن مثلا اخد من الجناش شويه واخلطهم بجوز الهند، تمام، يعني مثلا هعمل كده وانزل شوية جوز هند. نعملها ازاي دي بقى عشان الطبقة التانية تمسك معانا؟ عشان لو حطيت رشة جوز هند من فوق الطبقة التانية هتعوم مني، فنعمل كده زي طبق صغنن تبقى ليها حز من الطرف.
شايفين حظ كده، لازم يبقى فيه حظ. كده بشيل كده الزيادة كده، لازم يبقى ليه حظ علشان لو حطيت على طول الجوز الهند هيعمل لي زي عزل، عازل ما بين الطبقة الأولى والتانية، ويلاقي الطبقة التانية من الكيك اتحركت مني، فلازم يبقى فيه الحظ ده هو اللي هيلضم معايا. الحظ الخارجي ده هو الوحيد اللي هيلضم معايا في الطبقة التانية. هبتدي بقى احط جوز الهند في النص. هما ليه سموه جوز هند؟ حد سأل نفسه قبل كده اشمعنى جوز هند يعني؟ ليه مش جوز أنوسة مثلا؟ أو هند بس؟ ليه جوزها؟ تمام، في النص. شايفين الحظ ده بقى هما هيمسك معايا بقى فوق. تمام، نعمل كده بقى، يبقى كده مسكت معايا حلو جدا. هبتدي بقى اخد الجناش اللي معايا ان انا اغطي بيه من فوق. شايفين عامل زي الكريمة ازاي معايا؟ هغطي بيه بقى من فوق كده، بس هو لازم الواحد يشتغل بيه برضو بسرعة عشان ما يقفش. وابتدي ان انا بس اغلف الوش الفوقاني، مش عايزه اغلفها كلها. ممكن تغلفوها كلها برضو زي ما تحبوا، بس انا مش هغلفها كلها، انا هعمل بس كده عشان هي يعني كيكه بس ايه، مدلعه شويه، مش تورته قوي يعني. شوفي اول ما تسقع تبتدي تمسك، اول ما تسقع تبتدي انها تمسك. فانا هعمله كده، بس نجيب حته هنا كمان. تمام، وبعد كده انا هبتدي بقى ازين كده شوية حركات. هبتدي احط وزعهم بس كده الاول قصاد بعض عشان نشوف الكمية تكفي معايا ولا لا. شوية شوكولاتات مثلا، تعرفي طبعا نوع الشوكولاتة ده، فهو الكيك المفروض بطعم ده قريب قوي من الطعم ده. بعد كده هحط في الاطراف دي بقى فراولة، كده في النص هنرش بقى ايه، جوز هند، او ممكن نسيبها كده مش لازم نرش جوز هند يعني، كده او كده. بس كده زي ما احنا شايفين. تمام، هنحط بقى في النص زي ما قلتي، اما هنحط جوز هند يا اما ما نحطش. حاسه من غير احلى بصراحه، لان لو حطيت هتغطي على الشكل دول. فكده تمام، هي كده تمام، خلصت معانا كيكه جوز الهند من دريم. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، دي الحلو، واحنا عملنا وصفتين كمان حادق. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. Thank you.
بلعب مع المخرج بس. دخلت له الموبايل عشان اتصورت من شويه الصوره دي وانا قاعده على السفره دلوقتي قبل ما نطلع على طول، فقلت ادخلها له في الكادر. بس كده. طيب احنا نراجع بس سريعا، احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا النهارده الحلقه كلها وصفات. طب ميرسي يا فندم. اي اللي لسه مصوره حالا. دي سفرتنا النهارده. طيب احنا عملنا ايه النهارده؟ احنا عملنا شوربه، عملنا وجبه كامله، سواء شوربه على فكره وجبه كامله وانا شرحت ليه، وعملنا وجبه كامله وعملنا الحلو. نبتدي بقى واحده واحده. احنا عملنا مع بعض، طب عايز تبتدي بالوصفه دي ماشي. احنا عملنا مع بعض طاجن الملوخيه بالارانب وعلى اصولها كده، وبالصلصه بتاعتها بيقولوا عليها الدمعه. تمام، انا اتعودت من جدتي ان اسمها الدمعه بتاعت الصل بتاعت الملوخيه. وعملنا مع بعض الشوربه الغنيه جدا بكل العناصر زي ما قلت، لو حابين زودوا بقى البروتين عليها زودوا المشروم. وعملنا مع بعض كيكه بسيطه جدا وزيناها بشكل بسيط جدا، كيكه يعني مش تورته قوي بس هي شكلها جميل وسيمبل قوي وبسيطه. تمام، طبقه محشيه في النص بس وحاجه بسيطه، وشرحنا بتتعمل ازاي. بتمنى يا رب التكات بتاعه النهارده تكون فرقت معاكم، ولازم تجربوا موضوع الملوخيه اللي بالطشه الزياده، يعني كده ادوا من الطشه والكزبره والثوم بالزياده كده وبوفره كده. واتبعوا طبعا التكات المظبوطه للملوخيه عشان تظبط معاكم وما تقطعش ابدا. ان شاء الله تعملوا احلى اكل في البيت، انا مش عايزاكم تاكلوا بره، هتعرفوا تعملوا احلى اكل في البيت ان شاء الله. جربوا الوصفات وتدعوا لي ان شاء الله. يلا اشوفكم بكره على الهوا ان شاء الله على خير. باي باي.